يكون في يعني على حطت ايدك هلا شوي تانية بدي البس وروح انا وشام على السوق. لا 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 ما في داعي حبيبي، ليش لتجي توصلني؟ لك مو هيك، ما بدي اعزبك تقبرني. طيب طيب يا بيبي يلا بعد ساعة بلاقيك تحت. يلا باي. ألو حبيبي حبيبي، شو يا عمري؟ تعزمنا على الغداء؟ لك لا لا تقبرني، ما في داعي، لك أصلا شام ما عنده وقت. طيب بلبس لك تياب حلوين خلص. أوكي يا بيبي يلا باي باي. يعطيكم العافية. هالمرة حصتك غير، بستاهل التعب. تعال عندي بنحكي بالتفاصيل. حولي
اهلا اهلا. بالعاده بتحكي على الموبايل. بدي خبرك انه الجماعه جاهزين، انت ابتدي والحساب يتحول على رصيد. طيب شوفي دكتور شو بتخسري؟ يا ربي ما بحب الادويه. كاس عرق بيمشي الحال. بكره اول جلسه بالطلاق. شو؟ ندمانة؟ خايفة من كلمة مطلقة. بشعة مو؟ لقب مدام مع وقف التنفيذ أفضل؟ يا ستي كل الكلمات المستخدمة بمجتمعي قائمة على التمييز. مطلقة، أرملة، عانس، هم يجرحوا مشاعر النسوان بالكلمتين الأولانيات ويأرقوا العوانس، آسفة لهذا التعبير، بالكلمة الثالثة، وبيخاطبوا الرجل كرجل بغض النظر عنه إذا كان متزوج أو لا. هلأ هذا كله مو مهم إذا أنت كنتي قد قرارك. أنا قايمة ساوي لك زهورات. تعي لهون، ما بحب الزهورات، بتمرضني أكتر. أنا شربتها الصبح مشان ما تزعل شامو. رايح أساوي كاس عرق قبل ما تيجي شامو وتعمل وصي علي. ما صدقت أنت خلصت من أبوها. صحيح، أنا ولا مرة سألتك عن سبب طلاقك. يسلموا. الله يسلمك. شفت وسام شو عامل؟ شو عامل؟ عامل مجموعة ضد المظاهرات الإلكترونية وعم يضيف العالم عليها. ايه وين المشكلة؟ حقه. حقه. وسام حقه وغيره لا. أولاً أنا بكره هاي المقارنات كتير. ثانياً الكلام اللي أنا عم أقوله له علاقة بحريته الشخصية. هو حر. خلينا نتصالح. نحن مو متخانقين نتصالح. ميار لا تكون حقود. حقود؟ ولك انت منين بتجيبي هالكلام؟ ايه تصرفاتك ما لها غير هذا التفسير. ايه منيح كتير. شو بدك لكان بشخص مانه منيح وسيء؟ لا حقود مو يعني سيء. يعني منيح؟ بتعرفي؟ احيانا بحس هيك. ولا يلا خليها بالعاكي. شو يعني؟ ما يعني شيء. ما يعني شيء. حلوة منك استاذ ميار. شكرا عن جد شكرا. اهلا اهلا اهلا. ايه اخبار الربطة يا شغف؟ انا منيحة، مشتاقت لك كمان. أنا آسف بجد، أنا آسف جدا. من كتر تحمسي للفكرة نسيت أسألك عن أخبارك. ولا يهمك، المهم أنه أنت عطيتني جزء من وقتك وهذا بيعني لي كتير. أما بالنسبة للرابطة فأعلننا تأسيسها. بس خدي بالك يا شغف، أنتوا حتلاقوا نفسيكوا مضطرين يوميا أنكم تصدروا بيان احتجاجي ضد الحكومة أو حكم قضائي يمس حرية التعبير زي ما بيحصل هنا عندنا. تشرب قهوة؟ هاي مو تفاح. جرأتك جميلة في الكلام، جميلة في الكتابة، جميلة في كل حاجة. بص يا شغف، أنا بتوقع من خلال اللي قريته إنك هتكوني رقم صعب بالنسبة لسامي ومنافسة قوية. بس المطلوب منك دلوقتي إنك تكثفي الحضور وتكثفي الإبهار. تكثفي إيه؟ الحضور والإبهار. كانت الخلطة مبارح.
لك بجننوا، ما عم بتروح طعمتها عند تمي. ان شاء الله صحتين وهنا. حبيبتي هلا اذا شام عجبها شي بالسوق اشتري لها اياه. لا تتباخلي، انت اميره ابو خالد. ها لك يقبرني انا، يقبرني الشهم والكريم. حبيبي حبيبي بالشام وهي ما بترضى. لا يكون لازمك مصاري. لا يا عمي مو لازمني شي، عطيتني والحمد لله معي. برني احلى شابة بحياتي. هي هي علينا. لا صار عمري 42 سنة ولسه عم تقولي لي شاب 42. زي ما قلت لك، كثفي حضورك على الفيسبوك يا شغف، وحاولي تكتبي عبارات عن تطورات الاحداث بذكاء واقتضاب. اياكي والمراوغة، او تكتبي عبارات تحتمل اوجه عدة. في الحالة دي هتنتهي كروائية. انا اكثر روائية سورية نشيطة بهذا المجال. التاريخ ما بيرحمش، وعلاقة الكتاب الملتبسة بالفيسبوك وضبابيتها هي اللي هتفتح عليهم نار جهنم، وخصوصا الكتاب الذين نأوا بأنفسهم عن الآراء السياسية بحجة إنهم كتاب وبس. بص يا شغف، أحقر كلمة ممكن نسمعها في التاريخ هي ماليش دعوة، وبالسوري انتوا بتقولوا ما دخلني. فخار يطربش بعض. كمان بدك تمنحني شرف الاتصال؟ كتير علي هيك. ألو؟ ليال حاجتك بكفي؟ ليش بكفي؟ خليه يدفع المصاري متلتلة على قلبه. بس هذا اسمه ابتزاز. ابتزاز؟ وليش هاي المصطلحات هي بقى؟ بعدين دخيلك قلة ناس ابتزتني بزمانها، يعني من أهلي وجر. لك أنا طول الوقت لازم أقعد استحمل غلاظته وسألته وخفة دمه على أساس وبدي أقعد أتغزل فيه وشبابه اللي هو أصلاً ما أنه موجود. والله طقيت روحي. بعدين حبيبتي فوق كل هاد لازم يطلع لي بطاقة شكر. يا ستي بدي ضل قاعدة عم بصرف 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 لحتى هيك حس حالي ربحانة. ها فيكي تنسحبي، مانك مضطرة. لا مضطرة. هي شو حلو، رح يحبوا منصور. ما أهم شي منصور تبعك انتي. طب وهي ما بتطلي ستايلي حبيبي حبيبي. ايه يا عمري انت، ايه يا غنوجي، ايه حياتي، نقيتي تياب كتير حلوين بجنون. ايه ايه يلا يلا باي حبيبي، باي عمري، باي باي. ولي نقشت معك يا شغف، لك نقشت معك يا شغف. العنب 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 احمر واصفر، احمر واخضر. يلا سامي بيدعمك هون ومتحد بمصر. لازم تكبري شغف، لازم تكبري لحتى تقوي عليهم هن الاثنين. اهلي شو كانه كان عندك تفتحي لي؟ اوف شو عرفك بقى؟ فراسي هاي ولا تشكيك؟ هذا يا ستي الصحافة المصرية ربطت تأسيس الرابطة باسمك، وأناك ما لتعدد. عن جد عم تحكي؟ ما بصير هيك أبداً، لازم أتصل فوراً ووضح الموقف. لا لا تتصلي فيهم ولا تسوي شيء. أنا بالنسبة لي أنا وياكي واحد. ثانياً قدرت أحقق أني ساويت هاي الرابطة وقدمت هاي الخدمة للناس. يا ويلي يا ويلي، يا ترى امتى ابو احمد رح يقول لك يا وائل؟ تفضل
لك هاد ابو احمد جارنا هلكني. ايه بده يصالحني انا وهذا اللي جارنا براس الحارة عرفتيه؟ لازم تاخذ حبة الدواء. لك العمى ضربة شو بتسدي له نفسه للواحد. قومي نبري جيبيها. رجعت حطي سرماية بتنك ما بتتدخلي مفهوم؟ طب نعلم له شيء خليني اقول لك على وها نشوف الكفه لصالح مين رح تميل بغض النظر انا بظن انه المكسب الحقيقي هو اللي وصلنا له لليوم يعني سوريا اليوم غير سوريا امبارح لهيك انا متفائل بالاكثر بس حاله الحريه اللي عم تحكي عنها كشفت امراض المجتمع كشفت عقده كمان وسام لما بتضعف الدوله وبقل حضورها ولو بشكل مؤقت بيصير المجتمع اقوى بدها تطلع سلبياته وايجابياته بدها تعم الجريمه بدها تعم الطائفيه لكن القتل صار على الهويه لهيك ما علي خلي هالعفن يطلع ويطهر المجتمع وين المشكله بتعرف وين المشكله أفرادك بالتفاؤل هو المشكلة لك يا رجال كون واقعي كون طبيعي اعترف انه البلد عم يتدمر عم ينهار لك يا حبيبي هذا البلد انا وياك بنبنيه بنبنيه لما بنطلع وبنعرف وين نقاط الضعف فيه ببساطة شديدة لا تعزل حالك عن الحراك بيمشي الحال القصة صار بدها فرز بكفي قتلك شبك شايف شاري السوق كله اشتريت فستين واشتريت كنزات بياخذوا العقل لك ان شاء الله الف مبروك يا روحي الله يبارك حبيبي رح دخن سيجاره بالسياره دخني روحي دخني بتعرفي انا عم فكر ما خليك بقى تشتري اواعي من هون منو حاسس اواعي هون يعني ما عمل بقولك لك يا اميره والله لك تقبر انت لك صحيت تذكرت يا الله شو ذكرتي؟ نسيت شي بالبرفانة هي علينا تكرم عيونك بكرة منشتري بدخلك شام وينها؟ قلت لها تجي بس ما قدر قال أمها كتير تعبانة سلامت إن شاء الله سلامت والله كنت حابب أتعرف عليها بس صدقيني بزمتي أنا حبيتها على محبتي تقبرني حبيبي شامه بتجنن ما في منها ظريفة كتير وطيوبة بعدين مو معقول شو مريحة وأبو خالي؟ أبو خالي لك أبو خالد حبيبي اللي مدلني وبيعمل لي خلطات وفتوشات طيبين وبيشتري لي تياب حلوين لك يقبرني الشاب الحلو شوفي جوزك عرف شيء تفي من تمك مو قلتي له رجال ما سمع ما سمع والله ما سمع شككتيني بحالي الهام الله يوفقك قول له جوزك جوزي عم يحاول يصلح بين معي وهذا الرجال اللي متخيل يلا 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 حيواني حاسب جديد هلا بخلص لك اياه تخيل روحي روحي افتحي ورق شلون ان شاء الله منيحه انت ما بدك تبطل كبر هالملاك بدك تعمل لي مصلح اجتماعي بدك تصالح بين حسون ووائل شوفي هي على جريمه ولا جريمه يا زلمه وائل ما بينقلب معه بكره شو ما صار يحط الحق علينا والله يا مرة ما عاد حقي جبت الشواحن معك؟ يا مرة والله دوختي لي بالشواحن خلاص كل يوم شواحن شواحن رحتي بك يا طول بالك انا شو الله يخليكي ورا لا تكون مفكر لي حالك صرت تاجر هي شق من الدكان الله يسامحش الله يسامحش مش راح ارد عليك بدي اشرب متي وبعدين برجع الله يسامحش الله يسامحش لما شفتها مريضة حسيت انه الارض زلزلت تحتي
حسيت انه بدي يبكي كثير. عادي حبيبي عادي، يعني كلياتنا بتوجعنا معدتنا. انا وعيت على هالدنيا ما بعرف حدا غيرها، لا عم ولا جد ولا ست ولا خال. كانت مقهوره كل الوقت بس تبتسم لما بتشوفني، بتتظاهر بالسعاده. وانا كمان انا مالي غيره، عم تفهم علي منصور؟ مالي غيره، بس لو عارف شو السر اللي مخبيته عني. لا شامي، هيك معناتها رح نتخانق. وين راح منصور حبيبي؟ هذا معناته اني رح كون لك طول العمر. يمكن العرق عم يوجع لها معدتها. شو هالرد الرومانسي هذا؟ يمكن العرق عم يوجع لها معدتها. انا اسفه بس عن جد مشغول بالي على مامي. ولا يهمك حبيبي ولا يهمك. خلص بكره بناخذها على الدكتور سوا. بناخذها؟ ايه بناخذها، بنروح انا وانتي. بعدين مو انا رجال البيت وكلمتي هي اللي بدها تمشي. ايوه انا موافق. حافي حافي ما عاد تقضي. ان شاء الله صحتين وهن. شو رايك النوم؟ بتعرفي ماما؟ هالدواء شكله فاتحته شهيته كتير، لازم نحاكي الدكتور. مشان هيك لازم توفري حق التياب. لسه بتصرفي بطعمه وبلا طعمه؟ بموت واعرف هالليالي منين جايبه هالثروه. ايه بتكون قبضت متاخره من جوزها. اعوذ بالله، ما قبضها ولا ليره، حتى الصيغه تبعها شلحها اياها، خلاها على الحديده. اليوم حكى معي اخوكي. ايه. وقال لي انه بعد اسبوع طالعه مرته واولاده واختها وحماته. اخ وقت واقفه، مو لانه ابني بس شاب مثل القمر، مال وجمال وعلم وغير هيك. اخذت له عقله بينفذ لها كل اللي بدها اياه. كملي ماما. يلا ديما، امتى بدنا نفرح فيكي؟ حلا يلا. حبيبي احكي لي عن اهلك شوي، عن امك ابوك اخواتك، حابة أعرف عنهم يعني حتى لو بالكلام. أخي توفى من سنتين بحادث سيارة. بتعرفي أنا من يومها بحس حالي شخص مو طبيعي، مش عامي الزمن أبدا ما بينسي، بالعكس أنا كل يوم بتذكره أكثر وأكثر، مشتاق لضحكته، التفاصيل اللي كانت بيني وبينه. أنا آسفة ما كان بدي أزعجك. ولا يهمك شامي، أصلاً أنا ما نسيته ولا لحظة. من حق أي شخص غالي على قلبنا إنه ما ننساه، بس بنفس الوقت روحه رح تكون مرتاحة إذا بنبتسم لما بنتذكره، مو العكس. شامي الشخص الوحيد اللي ما بخجل ابكي قدام. هون كان قاعد هو ورفيقته هداك النهار، يوميتها طولوا كتير. قال لي يا منصور أنا بدي ضل عايش طول العمر بالبيت، ها؟ يا ريت ضل عايش، اتجوز هون.
إحساس بالدنيا هو نفقد الناس اللي منحبها. إحساس مر وبشع. كنت بعرف إنه في نسوان ممكن يشربوا عرق. دائماً الحياة بتفاجئنا. إيه بس شو خطر لك؟ كاس ورا كاس مشي الحال. بس شوفك عم تشربي بخاف. بصير أقول لحالي شو رح يصير فيني بعد الطلاق. أنا بحياتي ما تخيلت يصير فيني هيك. كانت كل أحلامي بسيطة. وما بدأ كل هالتعقيد يلي وصلت له. هيك الحياة. بكرة شو لازم أقول للقاضي؟ احكي له كل شي بصراحة. ايه بس والله بخجل. إذا خجلتي بتروح عليك. ابكي. ايه ابكي مشان تكسبي تعاطف القاضي. ايه لانه اكيد رح يصف مع جوزك لانه رجال مثله. بابا كل صحتين وهنا وبس تخلص ناديلي. ايه دكتور بابا عم ياكل بشراهه كثير. طيب ماشي شكرا كثير لك. باي باي. يعني حلوة هيك نستشيره للدكتور على التليفون بدون ما يشوفه. طلع المسلسل ماما. هلأ أنا بتابع المسلسلات التركية مشان قصص الحب والشباب اللي فيه. انتي مشان شو؟ وأنا كمان مشان قصص الحب. يعني ليش فكري أنا بحياتي سمعت كلمة حلوة من أبوكي أو شي مرة هيك ضمني مثل المسلسلات. أنا ما بعرف إذا كنت بحياتي حبيت ولا لا أو كيف بيكون الحب. كل شيء مشي بحياتي هيك عدى يصير. صحيح شو قال لك الدكتور؟ لازم يشوفه شو بضايق لي يعني. خلص خلص خلينا نتابع المسلسل. تن تن شو رأيك حبي؟ إن شاء الله ما بيبلغ لكن إن شاء الله بتهريهم بالهنا تقبشي قلبي. لك يا عمري أنت يا أحلى لمنوج بالعالم كلياته يا عمري أنت. تدللي روحي تدللي يا عمري تدللي. لك تقبر قلبي تعيش في الجنة. باقي التياب بتشوفهم علي أنا ولا لابستون. إيه مثل ما بدك روحي. آخ حبي خلينا نتفرج على المسلسل شوي. إيه روحي يلا. صاي مو بكره تلاقي لك شي شب حلو تعمدي فيني مثل ما عم يعمل هذا المقواص. لك يا عمري لك ولا مليون شب يغبر على رجلك يا حبي. توبشي قلبي يا عمري. مين حبيبي انا؟ انا. مين اللي بيجيب لي تياب حلوين؟ بيبي. مين احلى شب بالعالم؟ غنوجك يا روحي. لك يا عمري انت ليش انا فيني اعيش بدونك؟ اه والله ما فيني. حبيبي انا بدي روح وانا مطمني عليك. طمني شامي أنا كتير صرت منيح. بعدين وجودك بحسسني بالأمان. يعني مثل الولد الصغير اللي حد أمه. ممتاز يعني اكتشفت أني أمك. يعني مو بهذا المعنى ولا أقول لك أنت أمي وأختي ورفيقتي وحبيبتي. أنت اختصار لكل النساء المهمين بحياتي. وأنت كل حياتي. يلا باي حبيبي باي. الله معك شامي. باي. ديري بالك على حالك ورني لي بس بوصل يا ريت. لا تشغلي بالي. شو هالإشراق هذا بابا؟ شو هالإشراق؟ اطلع فيه منيح، لسه مبين شيء؟ أبدا بابا أبدا، فعلا الدكتور شاطر. طيب وهيك؟ بابا لا هيك ولا هيك، قلت لك الدكتور مبين عنه كتير شاطر.
ما بركز الله يخليك. بابا منوكان منوكان ما ناقصك شيء اسم الله عليك. فين بابا؟ يا حبيبي سلم إليك، بس ليش كل هالغراض؟ والله كتار يعني ما لهم قرنين. يا حبيبتي التازة غير فيتامينات غير فائدة، لازم تأكلي خضر تازة فواكه وإزازة مشان صحتك. هاتي لك سلم هالإيدين. وهذا القديم أنت عطيه للناطور، بعدين لا تنسي عطيه 500 ليرة كمان. لك يقبرني الكريم أنا، بس تقبرني 500 على حسابك إيه؟ لا تقبر شيء، من حسابي من حسابي مثل ما بدك. خذ حبي، يلا خدها. جاي على بالي لأنه خطرك بالشدة. ايوه امشي لقلك. ها سكت كده. يلا طلع المصاري. وهي المصاري ها؟ شوف حبيبي وهي قسمناهم بالنص. انا رح بالنص. ايه يلا بالنص بالنص. هات لقلك. جاهز على الخسارة؟ هي جاهز. ايه ستي. ما بدك تقطعلي؟ لكن بلا يلا لما بيم بدك تغشي هيك عم قطعت لي بتحطيها من تحت وبتفتي لي. انا فهمان عليك بدك تغشي هلا فتي. فريدة هلي تقبري قلبي شو اشتقت لك. ماما ديري بالك على حالك انا بحاجتك كثير. لك يسلم لي اللي ريحته عرق. أمر مليتي مني؟ لو كنت منصور كان اختلف الوضع. ما عنا أغلى منك فريدة خانو، بس كمان منصور غالي. هن هيك دائماً بيكونوا ظراف بالبدايات. ماما المرة الذكية هي اللي بتعرف تطول البدايات وتخليها مستمرة لآخر العمر. قلتيلي لآخر العمر؟ الله عليك يا شامو. ما رح أكره وشو ما حكيتي. شامو رح تكون سعيدة بحياتك، كوني واثقة. أنا آسفة عن جد نسيت. لك عم قلك آسفة. من هلا بلشتي اعتذارات؟ شو خليتي لبعدين يا شام؟ بتعرفي مدام رح انصحك نصيحه لوجه الله تعالى هيك يعني مجانيه. التمرد لما ما بيكون بمكانه الصحيح وزمانه الصحيح بيصير عبء غليظ. اها وانا بحبها لما ارتفاتنا وما بدي اياها تنصاب بنفس المرض. لهيك انا مضطر امشي بسرعه لانه بتاخر على المحكمه. عن اذنك. على فكره نسيت اقول لك مدام انه طعمك كثير حلو. عندي واحد بيشبهه. Thank you.
صفحاتك رح تكون كلها مثل بعضها، رياضة ومحاكم وانتظار للفرج اللي ما كان بقى يعرف يجي. صباح الخير ماما. صباح النور. أولا كفتول؟ لا ماما يا دوب نروح على المحكمة عندي دعوة. يلا حبيبتي. يا ديما صغير عن عمر ديما وساعد ديما. طيبات البزار ليه جابيتي؟ طيب السلام عليكم. أعطينا كده السكر الخير. استغفر الله العظيم. تفضل هاي سكر. يا حيف يا أبو أحمد، مو عيب عليك تدكني بالسجن شهرين أنا هالزلمة الاختيار مشان تفتح المحل؟ وهالزلمة الاختيار مو عيب عليه يبيع بضاعة مسمومة ها؟ ما بحكي معك، أبحكي مع جوزك ولا ما لك كلمة يا أبو أحمد؟ كم مرة قلت لك بس يحكي الظلم أنت ما بتحكي ولا كلمة ها؟ ولا كلمة. شوف عمي اللي عندنا قلناه والرزق الله. بعدين عدم مؤاخذة يعني، من هو بده يشتري بعد منك بعد هالعمل السوداء اللي سويته؟ ها منو؟ الله يسامحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف قلبك رك. احمد الله انه انقضت على هيك. شامي ريحتك معبية البيت كله يا لطيف. شو حلوة يعني أدمنت عليها؟ مو لهالدرجة. بعدين أنت قد هذا الكلام؟ أنت اللي قد هذا الكلام؟ خلاص خلاص مسحوبة. شو قال لك؟ حبيبتي خلصتي رجفة؟ لا تخافي ضبعتلك يا ما عاد يتدخل بيناتكم. ايه منيح. انت كيف بتحكي معه هيك الهام؟ هلا عليك يا ليلى الرجال على هوا متعودينه
تخافين منه يركب على نكرتك ويدندر رجليه، تعبسيني بوجهه يهابك طول العمر، وانت يا حصرتي من جماعة النقرة. هدي بابا هدي، هلا ما بقى غير يوصل الدكتور. منين كانت بيدات المختلفة؟ يمكن معي سرطان بالجلد. بعيد الشر. ما فيك شيء. نيران عم تطلع من جلدي. نيران عم تطلع من جلدي. منيح انه صار هيك لحتى يقبل يشوف الدكتور. يا ستي مستحيل يمر يوم ثلاثة من دون شي مصيبة، هيك أيام بتمنى شيلها من كل الأسبوع لأنه كلها نحسب نحس. إيه روقي ماما حبيبتي روقي، رح أعمل لك فنجان قهوة. سلم إيديكي. قولتك بتحسس له من شي أكلة؟ يا الله بابا. بابا دولاب سيارة بس انفجر، لا تخاف ما في شيء. سكر 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 بابا راكي، سكر بابا راكي. ماشي 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 ماشي. يا سامي سمعنا اسباب خلافك، سيدنا زوجتي هي اللي طلبت دعوة تفريغ، فأنا بفضل هي تبلش بالحكي. تفضلي. هو غايب طول الوقت عن البيت بتعامل معي كأني خدامة وبس، على غسل وتنظيف وكوي. بس هذا السبب مو كافي للطلاق يا بنتي، إن أبغض الحلال ما هيك؟ بيحكي معي ألفاظ سيئة كتير ما بيحترمني أبدا. كوني معصب وماني عارفان شو عم بحكي، ما في حدا ما بيغلط. طيب بخيل؟ نقص عليك شيء؟ أنا بحبها لمرتي وما بتطلع. كذاب، لك حاجة تكذب بقى؟ احكي مع زوجك باحترام يا بنتي، انتي لساكي على زمته. انا محرجة في كلام خاص لازم نحكي لحالنا. الاساتذة المحامين اخلوا قاعة زطريق. صار لازم نعمل تحديث جديد للصفحة، معي على هي فلاشة اخبار جديدة. صفحة ايام الحرية. ما بدك تحبني فهمنا، بس بالشغل كمان بدك تتجاهلني. مشكلتك ما عندك صبر، بس اعطيني شوية وقت. مسج بآخر التطورات. مظاهرة بكفر زوزة مشان تعرف نحن أقوياء على الأرض. ومين أنتم؟ لا قصدي أنا يعني، بس هيك عم بحاكي حالي بلهجة التعظيم، شو ما بيلبق لي؟ سيدي باعتبار بهي الفترة كله عامل زعامات، وكمان أنا متضخم، هذا تاني اكتشاف خلال اسبوع، وهي نزلنا الخبر. وعندك اثبات على هالكلام؟ انا بعيني شفته طالع من بيتها، في اثبات اكثر من هيك؟ سيدنا مثل ما بتعرفوا حضرتكم انا روائي، بحكم عملي مضطر اني كون علاقات كثير، بس هذا ما بيعني انه في شيء خاص بيني وبين اي مرة. كذاب، لك حاجة تكذب حاج؟ احكي مع زوجك باحترام يا بنتي. مرة اجى على البيت وكان فاتح الانترنت ونسي يسكره، اجيت انا فتحته وشفت صوره هو وصاحبته، سألوا اذا هالحكي صح ولا لا. ومن كم يوم كان سهران مع وحده مره وصوت ضحكهم واصل لبيت رفيقتي، انا سمعته. لك في وقاحه اكثر من هيك؟ هذا الكلام ما بيكفي يا بنتي، وفبركات الانترنت ما في اكثر منها، والضحك مو دليل. اتهمني بالخيانه على صفحات الجرايد. صحفي كذاب ما بيقوم بواجبه كزوج تجاهي. صحيح هذا كلام؟ سيدنا بهي يمكن معها، أنا يمكن مقل، بس والله يا سيدي أنا زلمة تعيب ما برجع بآخر الليل على البيت اللي هلكان، فمرتين بالأسبوع. نساء مروا بقالون والقارب ملوها وراح
شغلتها تحب.